مع اندلاع الثورة انحاز محمد يزيد إلى قيادة جبهة التحرير الوطني فالتحق بالقاهرة حيث كان يوجد الوفد الخارجي للجبهة ممثلا في الثلاثي أحمد بن بلا محمد خيدر وحسين أيت أحمد رحمهم الله وقد كلفته الجبهة إلى جانب رفيقه الزعيم التاريخي حسين أيت أحمد كما اشار الاستاذ صالح ليمثل جبهه التحرير الوطني في مؤتمر حركه عدم الحياز في باندونغ افريل 1955 ثم لم تلبث الجبهه بعد ذلك ان كلفته صحبه رفيقه ايت احمد ليتوجه الى الولايات المتحده الى نيويورك حيث مثل جبهه التحرير الوطني في الدورات الثلاث للجمعيه العامه للأمم المتحده الدوره العاشره والدورة الحادي عشر والدورة الثانية عشر وقد نسج المرحوم يزيد علاقات واسعة في مختلف الأوساط الأمريكية في الكونغرس في الأوساط السياسية في وسائل الإعلام مما جعل الرأي العام الأمريكي والدولي ينحاز لصالح القضية الجزائرية ولا شك أن قرار تعيين محمد يزيد وزيراً للإعلام في ثلاث حكومات متتالية في الحكومة المؤقتة منذ 19 سبتمبر 58 وإلى غاية استعادة الاستقلال وبقاءه في هذا المنصب يبين الحنكة التي سير بها الرجل الاعلام والدعاية اثناء ثورة اول نوفمبر الخالدة